دوروثي شيا في الأمم المتحدة صديقة للبنان. يا هلا، I'm Dorothy Shea. Please come in. في شباط المقبل تكون قد مضت سنتان على تعيين دوروثي شيا سفيرة للولايات المتحدة في بيروت من قبل الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب. وفق البيت الأبيض في عهد جو بايدن، فإن شيا ستنتقل إلى منصب رفيع تمثل من خلاله الولايات المتحدة في الأمم المتحدة برتبة سفير فوق العادة ومفوض ونائب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، وكممثلة للولايات المتحدة في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا الترشيح وما سيليه من تعيين يعني أن السفيرة دوروثي شيا انتقلت إلى موقع أكثر تأثيراً، هو على تماس مع كل قضايا العالم، وسيكون لها تأثير كبير على قضايا الشرق الأوسط بالتحديد لجهة المساهمة في مسار القرارات التي ستأخذها الولايات المتحدة. لبنانياً، قد يكون وجود دوروثي شيا في هذا الموقع مفيداً جداً للبنان وعملية دعمه في المجتمع الدولي للخروج من الأزمات التي يعاني منها. ربما يذهب الدور الأمريكي نحو المزيد من الاهتمام بالاستقرار في هذا البلد والمساعدة على صعيد المجتمع الدولي، شرط أن يلبي لبنان حاجات هذا المجتمع. ومن المؤكد أن شيا ستكون أفضل من يترجم السياسة الأمريكية على الصعيد الدولي في مواجهة حزب الله. هذه المواجهة كانت واحدة من السياسات التي عملت عليها شيا بشكل أساسي في لبنان، وعلى هذا الأساس كانت تكال الاتهامات ضدها من قبل الحزب وحلفائه. في خلال وجودها في لبنان أصابت العقوبات الأمريكية 3 شخصيات سياسية لبنانية، وهي النائب جبران باسيل والنائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف النينوس. ولم تتردد دوروثي شيا في تكرار الإعلان عن دعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل دور شيا في عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. يأتي الحديث عن انتقال شيا من لبنان في وقت تواصل جهودها من أجل تأمين الطاقة الكهربائية لهذا البلد على وقع الخلافات السياسية بين مسؤوليه التي تعطل كل محاولة من أجل تأمين التيار الكهربائي. إن إسناد منصب جديد للسفيرة الأمريكية في لبنان ليس عقابا لها، بل هو أمر طبيعي في دولة تقدر دبلوماسيها وتعرف كيف تستفيد من خبراتهم وعلاقاتهم، وهو دليل على نجاح مهمة شيا في لبنان، إذ أن من استطاع التعاطي مع قضية بلد واحد يمكنه أن يتعاطى مع عشرات لا بل مئات القضايا في الأمم المتحدة. وانطلاقا مما تقدم، لا يفترض أن يفقد اللبنانيون صلتهم بالسفيرة الأمريكية هذه، فهي حيث ستكون ستبقى صديقة للبنان واللبنانيين وتسعى لأن تساعدهم في إعلاء مصلحة الدولة وحرية قرارها.